محامون يطالبون بتعديل الغرامات في قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطانية 7/1974 إذ أنها غير رادعة، وذلك لتدني قيمتها المالية حاليا بالمقارنة مع وقت تشريعها. وزير التجارة والصناعة الدكتور علي سنيدي يقول إن قطاع المعارض بحاجة إلى التنظيم، داعيا أصحاب شركات تنظيم المعارض إلى ضرورة الاستفادة من المعارض العالمية لتطوير المعارض المحلية. رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني يعتبر إعلان انتهاء عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن يحمل رسالة واحدة، وهي هزيمة العمليات العسكرية. حركة طالبان تعلن أنها سوف تبدأ في هذا الأسبوع هجومها السنوي الذي تشنه خلال فصل الربيع، والذي عادة ما ينطوي على شن هجمات واسعة النطاق ضد الحكومة الأفغانية. مدرب بايرن ميونخ الإسباني غوارديولا يقول إن سر الفوز الكبير على بورتو الإسباني بستة أهداف لهدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كان تصحيحاً لأخطاء مباراة الذهاب التي خسرها الفريق بثلاثة أهداف لهدف، إضافة للروح الكبيرة للاعبيه.